حبك زيد منك انا يا جوني. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نهاركم مبروك. المهم اليوم جبنا لكم واحد الوصفه، غادي نديروا جوج اطباق ولكن غندير جوج فيديوهات. اليوم غادي نجيب لكم واحد الوصفه للبنات اللي كيبغيو يديروا الرفيسه وكتجيهم صعيبه وما عندهمش الوقت يديروا المسمن وداك الشيء. راه هي واحد الرفيسه اللي غادي تعجبكم، غتنيل اعجابكم بزاف بزاف بنينه. حنا ديجا ديرناها وانا عجبتني بزاف وماما اللي دارتها، ودابا غادي نوجدوها لكم اليوم. هي رفيسه بلي بات، حتى لي بات انا رفيسه بلي بات. خصكم تشريو هاد لي بات اللي دايرين بحال الفراشه، راه البنات كيعرفوهم. هاد لي بات غادي نديرو لكم رفيسه بيها. خص لي بات يكونوا بحال هكا، حيتاش غادي يجيو بحال تقولي مسمن هو بشكل فراشه، غير هما كيحسن من المسمن. علاش؟ المسمن كيبقى يتعجن كتر، الا باتت داكشي عاد الرفيسه كتبقى معجنه. هذا ما كيتعجنش، كيصبحوا تيشربوا كيصبحوا زوينين. غتجربوها تعجبكم. يعني باغا ديري رفيسه دغيا، ها هي عندك الوصفه اللي زوينه ومودرن وتعجبك. غنبدا بالمقادير. خصك 3 د البصلات، جوج كتخليهم هكا وحده كتبداي تشلضيها في الاول. وانت هضر يلا طيلي. هي 3 د البصلات اه كي داك كديريها نصيب، وجوج اخرين غادي ديريهم ملي كتحسي الدجاج طاب شويه باش ما تعجنش، باش تبقى مصينه باينه. شويه بصله وواحد قط ديال المعدنوس وشويه ديال الثومه بقشورها، شويه ديال الكبار. شنو هو الكبار؟ الناس اللي ما عارفينش الكبار، ما عارفاش مو الكبار. موجود في المغرب عند عطاره، معروف مزيان البرد بزاف، كيحارب البرد مزيان. شويه ديال السمن ديالنا، شويه ديال الخرقوم البلدي. انا ما كنطيبش بالخرقوم الرومي، كيعجبني غير البلدي. الرومي ما كيعجبنيش، هذا البلدي. اللي بزار البيض انا كنطيب بلي بزار البيض، ما كيعجبنيش. علاش ما كيعجبكش؟ كيعجبني هذا طبيعي ملون، طبيعي الاخر ما كيعجبنيش. لا البزار الكحل علاش؟ لا كيعجبني انا البيض، ما عرفت. البيض كيجيني شويه نقي في الطياب، ما كيبقاش الطياب في ديك النقاط الكوح اللي كيعجبني، كيخلي الطياب نقي. شويه سكينجبير، شويه العدس، شويه ديال راس الحانوت، شويه ديال الحلبه، واحد الدجاجه. انا جايبه دجاج كروازي ولا الطاوسيه، كاين اللي كيقول لك كروازي كاين اللي كيقول الطاوسيه. حنا هنا في اوروبا كاين هذا، كاين دجاج بلدي وكاين ما كيعجبنيش. حقاش الدجاج بلدي ديال اوروبا بحال الرومي، كيطيب واقيلا قبل من الرومي، كطيب ما كتجي فديري التقلي كتلقاه طاب تعجن، اذا ما كيعجبنيش. كنخدها حتى شويه كنشديها كيعجبني. والزيت بلديه، واحد الزيت بلديه، هذه سميتها بيرخم بلديه، بلديه المغرب وصافي. اللي عنده بلديه ديال بلديه واللي عنده هذه هذه بيرخم. اذا ما بغيتوش الزيت بلديه تجي كتبقى صحه، خلطها شويه بالرومي. كندير هذه شويه حيت شويه حلوه ديال المغرب. المغرب عندي ولكن شويه كتكون قاصحه مجهده. وهذه لي بات ديال الفراشه، ديال لي بات كنقول حنا بابيو. ومليحه صافي، ومليحه نبداو على بركه الله. شحال من معلقه ديال المساخه؟ انا درت جوج معالق، معلقه كبيره ونص، وكل واحد على المذاق ديالو. اللي كيبغي العشوب مجهدي راه كيدير العشوب، اللي كيبغيهم خفاف كيدير خفاف، واللي ما كيبغيهمش ما يديرهمش. ايوا كتبقى الذوق ديالو اللي كيعجبني العشوب. يلا نبداو على بركه الله باش تشوفوا كيفاش ماما غادي تبدا مع الدجاج. ها هي صبعتي يلا كندير العشوب. ها هي كندير سكينجبير والابزار، وهذا كندير هاد شويه السمن، شويه كنخليه من بعد. علاش كتخليه من بعد؟ من بعد باش يبقى البنه ديالو كثر. كندير هاد شويه ديال ندير الملحه، وكل واحد على حسب الذوق. اللي بغى العطريه كثر كيدير كثر، اللي بغى قل كيدير قل. هي ما ديروش العطريه يعني تجي بزاف، غادي كتبقى اذواق كل واحد والذوق ديالو. كده ديك العطريه بزاف كتقد تغطي على المذاق. هاي الزيت دي باش كنخلط صافي. وانا كندير شويه ديال البصله، الدجاجه لداخل حتى هي هذه باش تبدا تشرمل. ف هي دي غتكون تشرميله، غتكون هذه تشرميله الدجاجه هي لاباس ديال الاخر. كندير شويه ديال البصيله لداخل كتعطيها واحد النكهه. كنحاول بيدي نطق بالصدر بيدي، كنحاول بيدي كنتقلو. ملي كتقلي كتبقى تدخلي في ديك التشيبه باش كيجي تستر في ديك البنه ديال التشيبه. عندي لكم جوج فيديوهات علاش باش تستافدوا من كاع المراحل، باش ما ندوزوش لكم بالزربه. عندي لكم فيديو ديال هذا وفيديو ديال واحد الطبق ثاني اللي هو ديسير.
حيتاش دابا مع فيروس كورونا قال لكم كل الحاجات سخونه. اليوم احنا فكرنا نديرو هاد يعني بالعشوب، فيها الثومه، فيها راس الحانوت، البار، كلهم فيتامينات اللي غيخليو الدار ديالكم سخونه، حيت الفيروس كورونا ما كيستحملش السخونيه. هادشي اللي سمعناه والله اعلم. المهم ديرنا تشهينا وصافي، حنا تشهينا. انا كتعجبني رفيسه، وانا بداك النوع الى رفيسه خاصها تكون على حقها وطريقه. يعني بلي بات اول خطره شتا قلت ماما قالت لي غنديرها لك، قلت غنشوف، ولكن حمقاتني، يعني حمقاتني. الناس اللي عارفيني في لافامي المقربين راه عارفين بلي انا من العشاق ديال رفيسه. هي نورمالمون كاين اللي كيرقد كيدير لها هذا. هي قالوا الا رقدتي الدجاجه في الليل وتلاقيتي الليل احسن. ايه حنا ما كناش مفكرين، حنا جاتنا على غفله، قلت لها جي نديرو رفيسه، قالت لي ما كناش معولين عليها حتى لقنا من النعاس وفطرنا، كنا ناويين نخرجوا نتغداو برا، ولكن كنا باغيين نخرجوا، ولكن مع هاد فيروس كورونا وحنا اصلا عيانين فضلنا نبقى في الدار احسن. دابا تزيد ديك البصله اها، ما نزيد الثومه ماشي كلها، نخلي شويه بلاتي شويه باش ما الثومه ديرها بقشورها كبار كبار اللي بغا من احسن يفزقو في الليل. اه وني ما كاينش هو، راه كيتبل غير ماشي اه هاد القبيطه ديال كتشدوها ب الخيط شويه ديال الزيت هنا، هو شي كيبقى عندكم ميزان كل واحد على حساب. وهاد القمه اللي بقات هنا راه كدير عليها الماء، كندير عليها الماء. كدير الماء قبل ما تشحها؟ لا هي هذيك كت كتشحرهاش انايا. اه لا شحرت انا، كتقوش لي قمليش الدجاجه كتدخل فيها مزيان اه مع البابور ديال الماء داك شحرتها، هذيك الزيت كيتلس سبحان الله. كوكو ترزات لينا اليد ديالها عادي. شنو هي؟ ماشي حاجه كلشي غيكون بيرفكت، حيت ماشي بيرفكت بصح، حيت فيها كلشي ديك الكذوب وديك الشيء كلشي بيرفكت راه ما كاينش. اي من باش نبين لكم كلشي مزوق وبلي حنا عايشه عارفه هي لا عندنا حاجه زوينه وعندنا اي حاجه كتكون بيرفكت كتكون ان بيرفكت. دابا المراحل حتى من بعد هذا العدس اها البصله هادي ماما بغات تزيد هاد البصله الصغيره حيت كتعجبها. لا بغات بصله صافي رفيسه، كتبغي بصله رفيسه. اه وي كنت درتي كبيره وصغيره؟ كتجيبني صغيره كتجيبني انا. دارت ماما جوج كبار وهاد الصغيره كتعطي مع دار رفيسه كتبغى البصله. ملي كتحسي بالدجاج تخلو طياب شويه كتلوحي البصله والعدس، باش اللي بغى العدس يطيبو ابار كيطيبو، واللي ما بغاش يطيبو ابار كيطيبو معاه. وبصراحه كتبقى شاطه راسك، ولكن حسن طيب معاه باش كيعطي المذاق كثر. كطيبي معاه كيدير في كمي شي فنيشه ديال الثوم ولا شي حاجه باش يبقى، ولا شي شبكه ولا طيبي الا بغيتي يبقى. انت كتدير غير كثر على حساب، على حساب انا وكاعتي. انت اش غديري دابا؟ باقا ما عرفتش انا شندير. يمكن نديرو في الشبكه ديال الخد، هذيك الشبكه اه كيبقى صايم يبقى مجموع. جبتي لا تيجبدها اوكي دابا. المهم هاد الشبكه اللي جبدات الوالده ديالي كتحل، كديري فيها شي حاجه بغيتي تطيبيها فوق الكوكوت، غير بداك البابور كتبقى مجموعه بحال ما باغا دير فوق العدس. كتبقى الكوكوت لداخل وكديرها فوق الكوكوت لداخل كيطيب داكشي ابارت اللي بغيتي. المهم البنات غنرجعوا لكم بعد في التحضير المراحل الثانيه ومن بعد التحضير. نهاركم مبروك وسهلا بلعتي. يلا قولي شنو دازا ماما؟ شويه ديال المرقه اها، الزيت درتها بوحدها باش نطيب فيها شويه العدس، باش ندير العدس باش ما يتعجنش. واللي كيبغي يديرو معاه يديرو معاه، واللي بغا يديرو في كمي ميساب بوحدو يديرو، كل واحد وكتبقى كتبقى الاختيار. عرفتو الريحه طالعه واعره، وهداك السمن اللي بقى عاد زدتي دابا؟ زدتو دابا دابا السمن، حتى راه واحد الريحه هائله واعره 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 تبارك الله. صلاه عم بالك ماما. وكي صرا درتو بوحدو هادي عليه مريقه، زات مريقه من هنا وحطاتها في هادي، وغادير العدس يطيب هنا ابار باش ما يتعجن ليا باش ما يتعجنش. ولا كاين اللي كيبغي يديرو معايا يديرو معاه، واللي بغا يديرو في الكموسه يديرو، كل واحد الطريقه كتبقى اختياريه. صافي ودابا شويه ونرجعو باش نكمل لكم المراحل. دابا البنات غادي نضيفو البصله على بصله وثومه، هذا رفيسه بصله وثومه، وهذا البصله الصغيره
كاينك اختياري هذه تبقى اختياري ماما دارت تحت كتعجبها خصنا بالقشعر وخلو المرقاز بزايد لحقاش هادي راه لي بات ماشي غادي تشرب المرقه خصنا نحيدو الدجاج غنحيدو شويه ديال ديك البصله نحيدوها من الطيب نخلوها باش نزوقو بها الفوق وعاد نحل لي بات وخصو نخلو المرقه باش فنطيب لي بات كتكون المرقه بزياده ماشي بحال هاد السقي هذيك كتشرب المرقه لي بات ايوا صافي وموراها غادي نجيب لكم باش غنلوحو لي بات طريقه التحضير دابا غادي نخليو هاد البصله شويه طيب البصله شحال الوقت باش دابا على بلا الدجاج يمكن شي ساعه الا ربع ساعه على حسب الدجاج الا كان كيطيب دغيا حيت هذاك الوازي ماشي بحال الرومي ساعتك وها هو الا شفتوا العدس راه كيطيب كيطيب بوحدو شفتوا ما يترونيش باش ما يتروج قشد بوحدو اللي بغى يدير حتى الفول كيجي واعر حنا درنا غير العدس يلا حتى بلاتي عليك كوم اللي عايشه في اوروبا اللي ما لقاوش كبار كاين الكبار عند الباكستانيين ديالهم زوين حتى هو صغير وزوين حسن دائما الكبار ديال المغرب كيكون صغير ورب بحال شكل الزبيب وبنين زوين ما عرفاش سميتو غادي نقلب على سميتو واش كيسميوه بالباكستانيه ولكن عند الباكستانيين موجود دابا نسول صاحب الباكستانيه والعطريه راه كاينه عند الباكستانيين موجوده اللي ما كيلقاش عطريه راه كاينه عند الباكستانيين حنا كنجيبو داك الشيء مدكوك على اليد بالمغرب كيصيفطو جمال الماما نهار بار شكرا بزاف حيت لقينا مساعد تشوف هاد الشيء وبوس عليه كبيرة الله يخليه ليه ملي كيسالي مسكين هو اللي كنلقى والمرت بوس عليها حتى هي كبيرة والوليد الصغير الله يخليهم اليوم يكبر في عزهم وهذا الشيء ما كان وبغيت نقول لكم حيت حنا في الاول نقول لكم على الدجاج الناس يعني كيجيو شي مود ما كيكونوش كيعرفوا الدجاج عافاكم الا ما نقيوه بالحامض والسكنجبير والخل ضروري ما تخليوه يترقد في داك الشيء باش تحيد دابا كنحيدو الدجاجه ابارت شويه البصله كامل الفوق الحمد لله كانت مع الدجاج معليش غير تزوق من الفوق باش ما تترهش بزاف تجبيه تلقى باش ما تسهلهاش عاود بزاف بصله والقبار قبار ماشي قبار شنو قبار قبار سمح لي ما كنعرفش نطق صافي هاد شويه بصله نخليها نسرطها كيف كده في حمل ورقة ذاك؟ عالم كنتاش أسئلة غبي نبغى نزيد مرقة شوية لحقاش مرقة قليلة حيدي نزيد مرقة شوية زدت لها شوية المرق اللي تم كيطلع في العدس بقى حيدتو هذاك اللي دابا اللي بقى على العدس حيداتو مارق شويه المارق زادت ليها شو بقى البنة العدس تاهي يطلق اي دابا تغلى شويه عاد نلوحو لي بات شو دابا بدات في الغلايه حيدي هادشي دابا نديرو لي بات نديرها كامله ولا خدمه هادي فيها نص كيلو هادي فيها نص كيلو ديال البات اللي بغا كثر كيدير كثر على حسب شحال الناس عندكم في الدار وشحال بغيت تد لاكانتيداد اللي غادي ديري فيها لي بات انا نديرها كامله لحقاش دي كتعجبك الصباح انا كتعجبني باش كتصبح ماما دارت كاع لي بات
صافي دابا غتبقى تشرب، غتجيب بحال يعني وريقه وريقه يعني، حيت اصلا بالسمنة كنقطعو كنقطعو، هادي لي باد مقطعه دايره تاهي راها بسبب العجينه، لكن كتجي شاده في راسها اكثر من السمن، كتختار السمن كيتعجن، هادي ما كتعجنش. انا كليت هذيك المره وعجبتني بزاف، عجبتني جاتني طريقه زوينه وبنينه وسهله كتصبح زوينه. صافي دابا حتى الاخر ندوز معكم التحضير. ميرسي. المهم ها هما البنات، ها هي شفتوها بدات كتوقح بدات كتشرب، شفتو راه عفسي البلول جاي في واحد المذاق زوين زوين. ماما هزي شويه البلول باش يشوفوا كيفاش تعقد، شفتو البلول كيف عقد، شفتو يعني جاي واكح وزوينه بنينه وغادي نقصو. المهم هادي راه ماشي دايره ديال العراضه، حنا في التزويق غنديروها غير سامبل حيت غير لينا حنا في الدار، اللي بغى يزوقها بالبيض كل واحد كيفاش كيزوقها بالفوق يزوقها، حنا غادي نديرو شي سامبل. فقنا من الناس رشقتني ما درناها والله لا يعني رشقت لك، قلنا ديما نديرو الفيسه من اختراس، كتبغي ديري الفيسه كتجيك صعيبه تقولي ندير السمن طيب وداك الشيء، هي طريقه سهله وزوينه وفي هذا البرد كتصلح مع هاد كورونا فيروس، هي كتصلح حيت خصها المساخ الكورونا فيروس. ايوا صافي بعد ندوز لكم الطريقه ديال التحضير. شفتوا كي جات زوينه ماما؟ هز ورقه جات بحال ورقات، شفتوا بحال ورقات مقادين يعني، بس بابيون بحال غادي تقطع ديك الرفيسه اصلا كتقطعها كتجي بابيون مقادين. والله الا واحد جات زوينه كتجي زوينه بزاف بزاف، جربوها وكتبوا لي في لي كومونتير. والناس اللي كيشاهدوا الفيديو ديالي ومع مي سبسكرايب ديروا لي سبسكرايب وابوني باش يوصلوا الجديد ديالي، راه غادي ندير واحد الجيف اواي باش نوصل 1000 مشاهده، ديك الساعه غادي نطلق الفيديو على جوج بنات، ونتمنى تكونوا من سعاده الحظ وبارطاجيو باش نعطيكم مزيد ما عندي، وشكرا بزاف. ودابا غادي ندوز لطريقه التحضير باش يصالي هذا الشيء. هاتوك شويه عاد ندوز، هي اللي ما مزروبش وما فيش الجوع خليها يطفي عليها وخليها تشرب، وبحالنا حنا فينا الجو ما نقدروش نصبروا عليها. صبرنا بزاف حنا نموت الجوع دابا، حنا بلجيكا الوقت كيطير عندنا، عندنا نهار قصير سبحان الله. الوقت كيطير. صافي البنات حنا خلينا هادي باقي باش تشرب كثر، هي طفي راسها الجوع طفي راسها تشرب راسها. لا ديفيرونس ما بين المكرونه والغيفه، الغيفه كتسدي من الفوق ومقارنة كتخشى فيها كتشرب هي داك الماء، شتو كي جات. ودابا غنبداو بالتزيين، كنا زين لوال والله نحطو صاي، حنا جوج غنبداو معايا الجوج راجلك ما كاينش خدام، هادشي بالنسبه لجوج الناس راه بزاف. هاديك البصله اللي حيدنا هو هذا، ها هي انا معشاق ديك البصيلات الصغيره كيعجبوني بزاف، ما عرفتش كيجيو حلوين. دير دير داك عجبني هذاك الربع، نديرو من بعد عزي انا قاصه كنت شهر هذا ريوغيتا هذا بعد دس اللي بغاه هو. اول يبغى العدس، المهم البنات نتمنى تكون عجباتكم، ها هي هذا هو الاخر ديالها، نتمنى تعجبكم. وهذه هي الرفيسه ديال لي بات، شتو كي جات غتجي بنينه بزاف. المهم ديروا لي سبسكرايب وابوني ونهاركم مبروك، و رفيسه 2020 رفيسه 2020.